بعد ما خلصت توجيهي وكان بال 79 أعتقد الأمر كان شوية في تحفظ، وداني رحمة والدي على لبنان أدرس، فدرست سنتين وعشان الأحداث ما كملت ورجعت على الأردن درست بالجامعة الأردنية. أما حق المرأة في العمل فهو حق محفوظ منذ البداية، وقد اقتصر عمل المرأة البدوية في البداية على تربية الأطفال والعناية بأمور أسرتها وإعداد الطعام وجمع الحطب وإحضار الماء من مسافات بعيدة وصناعة بيت الشعر وتجهيزاته من الصوف والوبر وحلب الغنم وإنتاج الزبدة واللبن، فهي تعتبر مصدر الدخل الأساسي لهم. صار لي من 18 سنة أنا تاجرة بالتجارة، أتنقل من الأردن للسعودية لسوريا، أجيب بضاعة وأبيع وأشري من 91، من 96 بالضبط وأنا تاجر وأروح وأجي، يعني بحالي ما واحد حكي علي ولا واحد قال أنت ليش تروحين وليش تجين، ولا الحمد لله وأطلع وأروح بسيارتي. فقبل ما كان في سيارة كان يروحون على البل وعلى الخير ذنهم والله على جمال يروحون يجون، هسه ما في، هسه والله بسيارة الحمد لله نروح ونطلع ونجيب بضاعة ونبيع ولا واحد حكي علينا ولو واحد هذه مثلا ليش راحت وليش جت. والمرأة سبق أن تاجرت بالحبوب وبالمواشي. أما بالنسبة لحق المرأة البدوية باختيار شريك حياتها، فالتراث البدوي الأردني لا يختلف عن التراث العربي، ففي الماضي كان الغالب لابن العم الحق الأول بالاقتران بابنة عمه، لذلك كان زواج الأقارب هو نمط الزواج السائد في المجتمع البدوي، إلا أن هذا العرف لم يكن قانوناً غير قابل للتغيير، فقد اجتمع شيوخ بعض العشائر الأردنية وقرروا رفض هذا العرف وأكدوا على حرية وحق المرأة في اختيار شريك حياتها. شغلة بنت العم، فالمثل أو العادة عند العشائر يقولوا بنت العم ابن عمه ينزلها من الهودج إذا كانت مزفوفة، أو من البرزة إذا كانت يعني في لها زواج ودخلة. فحدث أنه دخلوا ناس على رحمة الوالد، بنت خلت على رحمة الوالد وده ياخذها ابن عمها وفلت من عند أهلها وجت، فابن عمها معوق للأسف، فوصل أهل الولد وجابوه وشافوه، لما شافوا أن البنت مثل الغزال وهذا رجل متخلف، فقال والله هذه فعلا يعني احنا مخالفين الدين، الدين يقول شاوروا ولي الامر ولي الامر شاور البنت للزواج. الباديه ما كان عندهم مشوره، خلص ابوها وافق. فلما اطلع رحمه الوالد انه فعلا شغله هذه دينيه انسانيه يعني صعبه، فاجل القضيه وخلى البنت عنده ووصى الزنين بني صخر، قضاة بني صخر كلهم عضوا بالزبن والخريشة والمور وابن فايز وكبار العشائر الباقي خضير والدهامشة من جميع بني صخر، فاجتمعوا فقالوا احنا رأينا انه البنت لا تجبر على الزواج من ابن عمها، البنت رأيها مثل ما قال الشرع تشاور، واذا هي وافقت هي حرة. فمن هذاك اليوم اخذوا قرار بنت العم عليها جيل. مشاركة المرأة البدوية في الحياة العامة بمفهومها الحالي لم تكن غريبة عن التراث البدوي، لأنها كانت موجودة في الماضي ولكن ضمن إطار وشكل مختلف، فطبيعة تقسيم بيت الشعر في المجتمع البدوي كانت تسمح للنساء بسماع كل ما يدور في مجالس الرجال حول أمور القبيلة وأوضاعها والمشاكل التي تحدث داخلها والنزاعات التي كانت تحصل بين القبائل، لذلك كانت المرأة البدوية على اطلاع دائم بما يدور حولها في القبيلة من مسائل اجتماعية وسياسية، وقد كان يؤخذ برأيها، وقد كان لحنكة وحكمة المرأة البدوية دور واضح في منع حدوث معارك حامية الوطيس بين القبائل. كل لوان يمكن أنسى شيء، يعني أم صالح تذكرني فيه او تعطيني راي سديد وامشي في رايه، ما اقول هذه مرأة ما رد على رايه، بالعكس
أما المشاركة السياسية للمرأة البدوية في وقتنا الحاضر فهي من أعلى نسب المشاركة في الانتخابات النيابية السابقة، سواء من خلال الانتخاب أو الترشيح للانتخابات النيابية. فقد دعم التراث البدوي حق المرأة البدوية في المشاركة السياسية والعامة. كنت عضو مجلس بلدي، عندي أسرة، بأي مجال كنت يعني أشتغل ما حسيت إنه في حدا يعارضني، بالعكس كنت أجد التشجيع، وكانوا يعني يقولوا والله إن أختار رجال، ما في أي معارضة ما دام المرأة تشتغل صح، ما في حدا يعارضها من البادية، بالعكس هم يشجعوا إنه يكونوا نسائهم قياديات. أنا سالي من 92 أشتغل في القطاع النسائي وعمل تطوع اجتماعي. هو أنا المرة الثانية رئيس البلدية. تمتاز المرأة البدوية بروح المبادرة والتصميم، وتعتبر من أهم العناصر حراكاً نحو المشاركة المجتمعية في برامج التنمية المحلية. الثقافة البدوية أو البداوة بشكل عام هي أعدت للمرأة، عدتها إنها تشارك. مثلاً إحنا زمان كنا نشارك بكل شيء بالبيت، كل يعني سواء داخل البيت أو خارجه. الآن هي مشاركة بمجتمعها، متعلمة، تعلم قاعدة، تشتغل ببيتها، تشترك بالأعمال التطوعية، تحاول تثبت جدارتها بكل مجال تنحط فيه. لقد حققت المرأة البدوية إنجازات واضحة ومهمة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واستطاعت أن تغير بعض العادات والتقاليد التي كانت مجحفة بحقها من خلال استغلالها لما منحه لها التراث البدوي من حقوق، واستثمارها في تحقيق مكانتها المميزة في المجتمع. فالبادية الأردنية كانت وما زالت بادية جديرة بنسائها.